بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل مع بعض. أخذنا إحنا في الفيديوهات السابقة الفوندمنتالز للدي سي ماشينز، الكونستراكشن للدي سي ماشينز، الأرميتشر رياكشنز. طبعا الكونستراكشن والأرميتشر رياكشنز، البروبلمز اللي بتصير والسولفنج للبروبلمز، وتقريبا كلياتها نفس الشيء. زي اذا بتتذكروا اللينير ماشينز، يعني نفس الكونستراكشن. راح تشوفوا، راح تلاحظوا الان كمان لما نتكلم عن الجنريترز دي سي جنريتر او الدي سي موتورز، الايكويفالنت سيركت لهم نفس الشيء. اللهم بفرق انه هذا جنريتر او متر او موتور عن طريق انه شو هو الانبوت شو هو الاوتبوت. بنبلش في الشابتر اللي قبل الاخير اللي هو الدي سي جنريتر. زي ما بتعرفوا الدي سي جنريتر هو عبارة عن الكتريكال ماشينز، بيسوي كونفيرتينج، بعطيه الانبوت باور تبعته هي عبارة عن ميكانيكال باور، والاوتبوت باور بتكون عبارة عن الكتريكال باور. واذا بتتذكروا حتى في المحاضرة الاولى، الدي سي ماشينز سواء جنريتر او موتور كان ممكن نسوي لهم كلاسيفيكيشنز اكوردنج تو ذا حاجة كنا نسميها الفيلد فلكس اللي بروديوسد في الماشينز. يعني حسب الفيلد، كيف الكونكشن الفيلد سيركت مع الارميتشر سيركت، الدي سي جنريترز تقسم الى تقريبا ثلاث او اربع اقسام رئيسيه. القسم الاول او هن صراحه هن قسمين اساسيات، شيء بسموه سيبريتلي اكسايتد وشيء بسموه سيلف اكسايتد. والسيلف اكسايتد هو اللي بصير له يعني تقسيمات اخرى. في separately excited DC machines عمل دائرة الفيلد بتكون separated عن دائرة الارميتشر، يعني منفصلات. يعني عملية تزويد دائرة الفيلد أو الفيلد كويل بيكون عبارة عن external voltage source أو independent source، يعني source ملهوش علاقة بالماشينز نفسها. النوع الثاني اللي هو بسموه self-excited machines. self-excited machines انه دائرة الفيلد بتتغذى من نفس الماشينز نفسها، من نفس دائرة الارميتشر. الان يعني according to the connection between الفيلد كويل والارميتشر كويل بيقسموا self-excited ل اشي بسموه shunt generator. في shunt generator زي ما راح نشوف لقدام بتكون دائرة الفيلد connected in parallel مع دائرة الارميتشر، او series connection او series generator بسموه. هون بتكون دائرة الفيلد connected in series مع دائرة الارميتشر. وفي اشي بسموه compound generator. compound generator بتكون دائرة الفيلد تقسم لقسمين اساسيات. قسم طبعا قسم بكون مربوط in connected in parallel، والقسم الثاني بيكون connected in series. الآن حسب الدوت كونفنشن للكويل، أو حسب طريقة لف الكويل، أو حسب يعني كله نفس الحكي، أو حسب الفلكس اللي بروديوس في كل كويل. إذا كان الملف اللي هو إحنا بنتكلم عن الكومباوند، إذا كان يعني في الكومباوند بكون في عندي ملفات الفيلد تو كويلز، كويل كونكتد ان سيريس وكويل كونكتد ان بارلل. إذا كان اتجاه اللف إلهم ذا سيم، بمعنى إنه الفلكس اللي ينتج اللي بروديوست على السيريس بيكون له الدايركشن نفس الفلكس اللي بروديوست على البارلل، فبكون محصلة عبارة عن حاصل جمعهم. فهون بنسميه كومولاتيفلي كومباوندد دي سي جنريتر. وإذا كان اتجاه اللف للملف المربوط ان سيريس معاكس للي مربوط ان باراليل، فبكون محصلة الفلكس عليهم حاصل طرحهم، فهون بسموه ديفرنشال كومباوندد دي سي جنريتر. الان هاي يعني different types of generators according to the excitation او excitation circuit له، كلهم بصيروا يختلفوا عن بعضهم في التيرمينال كاركتيرستكس تبعتهم، او الفولت فولت كرنت فولتجز كاركتيرستيك تبعتهم. اوكي بنبلش في النوع. او طبعا هون بتكلم انه
الفولتج ريجوليشن هو نفس الفولتج، يعني الفولتج ريجوليشن احنا بنعرف انه في الجنريتر الاوتبوت عندنا الانبوت هو عباره عن ميكانيكال باور والاوتبوت هو عباره عن الكتريكال باور. فنفس الشيء الفولتج ريجوليشنز بنفس المفهوم الفيزيكال مينينج اللي تكلمنا عنه في الترانسفورمر هو نفس المفهوم موجود عندنا في الدي سي جنريتر. بمعنى اذا بتتذكروا في الترانسفورمر كنا نقول انه او سيبنا من الترانسفورمر في الـ في الـ في الـ في الترانسفور في الجنريتر هي عباره عن حاصل فرق الفولتج في حاله النو لود ناقص الفولتج على الفول لود مقسومه على الفولتج على الفول لود. بمعنى انه اذا كان في عندي دي سي جنريتر شغال وكان يعطيني تيرمينال فولتج قيمه معينه على الاوتبوت تبعه في حاله النو لود اللي هي هاي الفي اف نو لود، عفوا هاي على الفول لود الفي نو لود كان يعطيني مثلا خلينا نقول 1000 فولت. الان لما احمل هذا الجنريتر بلود معين اكيد راح يصير ايش؟ راح ينزل التيرمينال فولتج راح تقل، فالجهد على الفول لود راح يكون اقل من الجهد على الفول على النو لود. الان مقدار الفرق بين النو لود والفول لود على الفول لود فولتج مضروب في 100% بيعطينا الفولتج ريجوليشن. الان كل ما كانت الفولتج ريجوليشنز اقل كل ما كان افضل اكيد. ليش؟ لانه بيكون الفرق بين حاله النو لود تيرمينال فولتج والفول لود تيرمينال فولتج قليله، وكل ما زاد الفولتج ريجوليشنز كل ما كان هذا يعني انه الدروب فولتج او الفولتج ديفرنس بين حاله النو لود والفول لود تيرمينال فولتج كبيره. الان نفس الشيء الفولتج ريجوليشنز ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف او زيرو. نفس الشيء الفولتج ريجوليشن اذا كان بوزيتيف هذا يعني انه اللود اللي بيغذيه الجنريتر لاجينج، اذا كان نيجاتيف فهذا يعني انه اللود اللي بيغذيه الجنريتر ليدينج، واليونيتي باور فاكتور بيعطينا تقريبا فولتج ريجوليشن يعني قريب للزيرو. اوكي الان كل انواع الجنريترز الانبوت باور هو عباره عن ميكانيكال باور بنعطيه والاوتبوت تبعنا بنعطيه بناخذ منه اللي هو الالكتريكال باور. اوكي الان لو ناخذ النوع الاول الايكويفالنت سيركت للدي سي جنريتر، هون بصراحه هون يعني هاي الايكويفالنت سيركت للدي سي جنريتر هاي عباره عن سيبريتلي اكسايتد دي سي جنريتر، بس هون معطينا اياها ان جنرال فورم. هاي هي عباره عن دائره الفيلد، دائره الارميتشر. هاي عباره عن الانديوست فولتج على الارميتشر على ملفات الارميتشر. لاحظ هون دائما في الدي سي ماشينز هاي البولاريتي بيعطينا اياها وهاي بتمثل هذول الثنتين المربعات او البوكس هذا والبوكس هذا بيمثلوا البرشز على الدي سي جنريتر. يعني في الاي سي ماشينز هاي البوكس وهاي البوكس ما بنلاحظهم او ما بيكونوا موجودات، فبالتالي هاي وهاي هم بيمثلوا البرشز على الدي سي ماشينز، لان احنا قلنا انه في الدي سي ماشينز البرشز بتكون كونكتد مع الكوموتيتر سيجمنت واللي بيكون كونكت مع الاندر جوينج كوموتيتر كوندكتر. اوكي اذا هذا هو الارميتشر، بمعنى هون الفولتج انديوست عليه كونكتد مع هون. اذا بتتذكروا في الكونستراكشن للدي سي ماشينز كنا نقول انه في عندنا دروب فولتج بيصير على البرشز، فهاي الدروب فولتج اللي بصير عندي على البرشز ريبريزنتد ان ذا ايكويفالنت سيركت باي ذا باتري. بس لاحظ هون البولاريتي تبعتها بتكون دائما ان ذا اوبوزيت، يعني لاحظ على اساس انه هي دروب فولتج نصير عندنا. اوكي وحقيقه هاي الباتري او هذا الدروب فولتج على البرشز مقداره يعني قليل نوعا ما، يعني حوالين 2 فولت 3 فولت، فبالتالي في كثير من الايكويفالنت سيركت للدي سي ماشينز نيجلكتد هاي الدروب فولتج، فمرات كثيره في الايكويفالنت سيركت هاي عندنا ما بتظهر. اوكي اذا هذا هو عباره عن الارميتشر، هون عباره عن الار ارميتشر. الار ارميتشر هي بتمثل الالكتريكال ريزيستنس للارميتشر كويل، وهون بيمشي عندنا الاي ارميتشر. هون الانديوس فولتج طبعا فولتيه محتثه. الان هون هاي التيرمينال فولتج الاي 1 اي 2 هاي عباره عن التيرمينال فولتج. الان اذا بربط هون عندي لود ار لود فبده يصير عندي الاي ارميتشر بيساوي الاي لود. اذا هاي بتمثل ريبريزنتد الارميتشر سيركت، هون هاي بتمثل الفيلد سيركت. الفيلد سيركت هو عباره عن اكسترنال فولتج بوزيتيف نيجاتيف مثلا بتكون في باتري
او بنسميها الفي فيلد او الاكسايتيشن فولتج. هون في عندنا الار فيلد، الار فيلد هاي بتمثل الريزيستنس للفيلد كويل. الار فيلد بتمثل ريزيستنس للفيلد كويل. عاده هاي الار فيلد بتكون كونكت معاها ان سيريس شيء بسموه الادجستبل ريزيستنس. الادجستبل ريزيستنس هي عباره عن مقاومه متغيره، بمعنى انه اذا غيرت هاي الار ادجستبل فبقدر اغير الاي فيلد، لانه الاي فيلد اللي راح يمشي عندي هون واللي راح ينشئ عندي المين ماجنتيك فلكس هو عباره عن الفي فيلد على الار فيلد توتال، اللي هي راح تكون الار ادجستبل زائد الار فيلد. فبالتالي هاي بتكون هذا البرانش بكون كونكتد يعني مع الار فيلد ان سيريز. اوكي، اذا هاي تقريبا هون ال فيلد هذا الفلكس اللي راح ينشئ عندي، وبهون عادة بمثله في ال L field وبكون ال N field يعني عدد لفاته بكون مبين معه. أوكي، إذا هاي هي هون بتمثل عنا ال equivalent circuit. لاحظ هاي هي عبارة عن terminal voltage positive negative، هاي ال R armature، هاي ال armature اللي بصير عنا مقدار ال induced voltage. هون دائرة ال field اللي هي عبارة عن ال V field connect على two terminals، هاي عبارة عن external voltage بتغذي الار فيلد. اذا هاي الار فيلد توتال هي بتمثل زي ما حكينا هون الار فيلد للكويل للاكسايت للفيلد كويل والار ادجستبل. اوكي، الان هاي الايكويفالنت سيركت هي نفسها اللي يسمى بالسبريتلي اكسايتد جنريتر. لاحظ اول حاجه بدنا نفهمه في السبريتلي اكسايتد جنريتر انه بقول لك الاي ارمشر بيساوي الاي لود. طبعا الاي ارمشر بيساوي الاي لود، انتبه معي شوي. هاي هون الايكويفالنت سيركت، او خلينا نتكلم هون بشكل هاي المعادلات كلها الموجودات. لاحظ هاي الاي لود اذا كان كونكت هون عندي، اذا رابطه هون على لود فبصير يمشي عندي الاي لود، فبكون الاي لود هو نفس الاي ارمشر. فبنلاحظ اول كاركترستيك لازم نفهمها في السبريتلي اكسايتد. هسه ليش بسموه سبريتلي اكسايتد؟ بسموه سبريتلي اكسايتد لانه دائره الفيلد ما إلها علاقة بالأرمشر. دائرة الفيلد ما إلها علاقة بالأرمشر. شو يعني هذا الحكي؟ هسه هون خلينا هسه بنرجع لها هاي النقطة. خلينا هنا أكمل هاي المعادلات. هاي بتقول لك إنه الآي أرمشر بيساوي الآي لود. طبعا هون إذا بربطه اللود على التيرمينال فولتج راح يمشي عندي آي لود وبكون بيساوي الآي أرمشر. الآن هاي التيرمينال فولتج، هاي التيرمينال فولتج يعني لو جبت أنا فولت ميتر وحطيته على التيرمينال الاكسترنال تيرمينال للجنريتر راح اخذ التيرمينال فولتج. هاي الاي اي هاي الاندوست فولتج على الارميتشر نفسه. فبالتالي اذا باخذ الكي في ال لهي اللوب فراح تكون الفي تيرمينال بتساوي الاندوست فولتج. طبعا الاندوست فولتج شو هي الاندوست فولتج؟ هاي اللي هي بتساوي زي ما اخذنا في الفوندمنتالز للدي سي ماشينز بتساوي كي الكونستانت اوف ماشينز مضروبه في الفلوكس مضروبة في الأوميجا، لأنه هذا الأرميتشر إيش قاعد بلف بسرعة معينة إله أوميجا. يعني هاي الـ EA هي عبارة عن KF أوميجا ناقص الدروب فولتج اللي بصير عندي على الأرميتشر برانش. أوكي، الآن ليش بسموه سبريتلي؟ لأنه الآي فيلد، لاحظ هذا الآي فيلد اللي بدي يمشي عندي هون، طبعا الآي فيلد هو اللي بينشئ الفلوكس أو المين ماجنتيك فلوكس. هذا المين ماجنتيك فلوكس هو اللي راح يقطع ملفات الأرميتشر. الآن دي سي هذا عبارة عن الفي فيلد دي سي راح ينشي عندي مجال مغناطيسي يقطع ملفات الارميتشر. هسه إذا كان أحدهما متغير بالنسبة للثاني راح يتحقق كل شروط الإلكتروماغنتيك اندكشن لو. الآن إذا كان هذا الارميتشر روتيتنج فكل شروط أو الكونديشنز تبعات الإلكتروماغنتيك اندكشن لو ساتسفايد، وذن ذا فولتج ويل بي اندوست ان ذا ارميتشر. هاي الاندوست فولتج اللي هي بتساوي الكي اف اوميجا. الآن انتبه معي شوي، بسموه سبريتلي لأنه الآي فيلد ما إلهوش علاقة باللود. يعني لاحظ هون زدنا اللود قللنا اللود بيزيد الدروب فولتج عندي هون، فالفي تيرمينال بتتغير، بمعنى أنه التيرمينال فولتج هاي ما لهاش علاقة بالفيلد فولتج أو الإكزايتد فولتج. لذلك بسموه سبريتلي إكزايتد دي سي جنريتر، يعني ملفات الأرميتشر إكزايتد باي إكسترنال فولتج سورس. يعني اعتقد ان الامور المفروض تكون واضحه. اوكي، الان هون
يعني اذا اخذنا زي ما حكينا هون، اذا اخذت كي في ال لهي اللوب فراح تعطيني العلاقه اللي هي التيرمينال فولتج بتساوي الاندوس فولتج ناقص الدروب فولتج على الارمتشر. اوكي نكمل هاي التيرمينال كاركترستيك. الان خلينا نتكلم عن لاحظ هاي التيرمينال فولتج بتساوي الكي اف اوميجا ناقص الاي اي ار اي. الان هون الانديوست فولتج على الارميتشر هي كي اف اوميجا. اذا واضحه في التصوير ان شاء الله انها تكون واضحه. واضحه بمعنى هاي الانديوست فولتج بقدر انا اتحكم في التيرمينال فولتج عن طريق تحكمي بالاي اي. الاي اي بقدر اتحكم فيها عن طريق تحكمي بالاي اي. بتعتمد على ايش؟ على الكي وعلى الاف وعلى الاوميجا. هسا الكي سميناها constant of machines اللي هي عبارة عن الزد ضرب number of poles على 2 by a. هاي عادة بتكون constant، يعني هاي construction بسموها، يعني بتعكس reflected number of poles وال number of conductors والcoil وما إلى ذلك. فهاي بتكون عادة ثابت. فبالصف الinduced voltage هاي ممكن تتحكم فيها عن طريق الflux أو عن طريق الأوميجا. هسا الفلكس كيف بتحكم فيه؟ عن طريق الفلكس. هذا الفلكس اللي هو جاني من الاي فيلد، يعني عن طريق تحكمي بالاي فيلد بتحكم في الفلكس. طبعا هسا الماجنتيك موتيف فورس اللي بروديوست على الفيلد، احنا بنعرف انه الاف هي عباره عن الاي في الان. هسا بدي افترض انه الان يعني نمبر اوف تيرنز لملفات الفيلد بدي افترضها ثابته، فبالصف انه الفلكس اللي بده ينتج عندي هون بتغير بتغير ايش؟ الاي في الان. اذا بتتذكروا الماجنتيك موتيف فورس هي عباره عن الاي في الان، فالان بدي افترضها ثابته، فعن طريق تحكمي بالاي فيلد بتحكم في الفلكس. والاي فيلد كيف بتحكم فيه؟ بتحكم فيه عن طريق اما بتحكم في الفي فيلد، وعاده هاي بيفترضوها ثابته، او بتحكم اسهل الي بالار فيلد. الار فيلد اللي هي عباره عن الار فيلد زائد الار ادجستبل اللي هون حكينا عنها هيها. يعني عن طريق تحكم بالار ادجستبل بتحكم في الاي فيلد. تحكمت في الاي فيلد بتحكم في الفلكس. تحكمت في الفلكس اذا بتحكم انا، اذا تحكمت في الفلكسون بتحكم في الانديوس فولتج، اذا تحكمت في الانديوس فولتج بتحكم في التيرمينال فولتج اللي عندي هون بتظهر. اوكي إذن هون إذن control of terminal voltage من هون هاي مبينة معانا. We can control the terminal voltage by change the speed of rotation. يعني أنا بقدر أتحكم في terminal voltage هون إحنا حكيناها هيها إني بتحكم في الأوميجا ال RPM للفيلد، مش للفيلد، ال RPM للروتر نفسه قديش ال RPM تبعته بالزيادة. كل ما زادت ال RPM كل ما الانجوز فولتج زادت، وكل ما قلت ال RPM كل ما الانجوز فولتج قلت. والانجوز فولتج هي هاي هون مبينة معانا، كل ما هاي زادت فالفي تيرمينال بتزيد، وكل ما هاي قلت الفي تيرمينال بتقل. اوكي اذا اول حاجة ممكن نسوي كنترولينج على التيرمينال فولتج للسبريتلي اكزايتد دي سي جنريتر by change the speed of rotation. الطريقة هاي هون اوكي هاي لسه حاجة ثانية بنحكي عنها كمان شوية. والطريقة الثانية انه ممكن by change the field current. حكيت لكم انا هون انه الاي اي هايها نرجع لها مرة ثانية. وينها؟ هاي الاي اي بتعتمد على الكي اف اوميجا. الاف اللي هو الفلكس، والفلكس بتغير بتغير الاي فيلد، والاي فيلد بتتغير بتغير الار فيلد. اعتقد انه المفروض تكون واضحه. فلذلك هون بقول لك باي تشينج ذا فيلد كرنت. اذا الار فيلد هي هون المعادله، الاي فيلد بيساوي الفي فيلد على الار فيلد. اذا قللنا الار فيلد فالاي فيلد بده يزيد، اذا زاد الاي فيلد الفلكس بده يزيد، اذا زاد الفلكس الاي اي بده يزيد، اذا زادت الاي اي او الاندوس فولتج او الانترنال اندوس فولتج بده يزيد التيرمينال فولتج. اظن هاي واضحه. الان هون هاي التيرمينال كاركترستيك اللي هي علاقه الفي تيرمينال كيف تتغير بتغير اللود.
اللود، اللود اللي هو اللود كرنت المقصود فيه. الان في حاله النو لود، في حاله النو لود شو بصير عندنا؟ انتبه معي شوي، هاي التيرمينال كاركترستيك. لما يكون النو لود يعني الاي لود زيرو، اذا الاي لود زيرو زيرو اذا الاي ارميتشر زيرو، لانه الاي لود هيها الاي لود هو نفسه الاي ارميتشر. يعني اذا حاله النو لود فالاي لود زيرو، اذا كان اي لود زيرو فالاي ارميتشر زيرو، بمعنى انه الدروب فولتج عندي هون زيرو، فبالصفي عندنا الفي تيرمينال بتساوي الاي اي. في حاله النو لود بتكون الفي تيرمينال بتساوي الاي اي، وهاي بتبين عندنا على الكاركترستيك هذا بالستريت لاين الاولاني. واضح؟ اذا هذا الخط هو بيمثل الاي اي بتساوي التيرمينال فولتج في حاله النو لود. الان اذا اللود صار يزيد عندي، الاي لود صار يزيد، كل ما زاد اللود كل ما هي هون على المعادله، هان اي معادله فيهم ناخذها هون، كل ما اللود زاد الاي مر اي ارمتشر بده يزيد، فبالتالي الدروب فولتج هذا شو ماله بده يزيد. كل ما زاد هذا الدروب فولتج كل ما الفي تيرمينال ايش قلت، فبالتالي هون على الكاركترستيك بنلاحظ هاي على الفول لود، هون هاي النقطه بتمثل الفول لود كرنت، هذا الفرق بين هاي النقطه وهاي النقطه بيساوي الدروب فولتج على الارميتشر اللي هو الاي ارميتشر ار ارميتشر، او الاي ارميتشر هي الاي لود ار ارميتشر. الان هذا الكاركترستيك في حاله، اذا بدي اذكركم في شغله اللي هي سميناها الارميتشر رياكشن، يعني هون انا بفترض انه ما فيش عندي ارميتشر رياكشن، يعني بفترض انه الجنريتر يعني مزود بالكومبنسيتنج وايندنج، يعني الارميتشر رياكشن عندي زيرو. هسه اذا بدي احسب الايفكت للارميتشر رياكشن، احنا بنعرف انه الارميتشر رياكشن على الجنريتر نتيجه الارميتشر رياكشن بصير عندنا فلكس ويكنينج، فالفلكس ويكنينج يمثل انه بصير عندي، يلاحظ هون اي ارميتشر ار ارميتشر، هاي بتمثل الدروب فولتج على الارميتشر. الان اذا عندي ارميتشر رياكشن يعني ار ارميتشر دروب، فبصير عندي الكاركترستيك بصير ايش؟ ستيبر ديكريزنج، فيها اسرع او اكثر او مور ستيبر ذان الجنريتر اللي بيكون مزود بالارميتشر بالكومبنسيتنج وايندنج. اذا هذول يعني هذا هذول التو كاركترستيك. الان اوكي، الان هون في حاجه بسموها نون لينير اناليسيس اوف سيبريتلي اكسايتد دي سي جنريتر، او بسموه الجرافيكال اناليسيس اوف سيبريتلي اكسايتد دي سي جنريتر. شو المقصود من الحكي هذا؟ المقصود من الحكي هذا انه كونه، خلينا نشوف النكيرف هون. اوكي خليني بس لاحظ، هذا هو الاي فيلد وهذا عباره عن الانديوس فولتج. كونه الماجنتايزيشن كيرف للمشين نون لينير، يعني لاحظ بنلاحظ انها لينير في منطقه معينه، هون لينير بس بعدين هون بتصير عندنا ساتوريشن ريجن بتدخل عندي، فبالتالي العلاقه يعني بين الانديوست فولتج او الانترنال جنريتد فولتج والاي فيلد مش دائما لينير، لينير فقط في الجزء اللي بيكون فيه الكيرف لينير، بس لما يصير عندي بعد الني اوف كيرف ومنطقة الساتوريشن بتصير عندي ال ريليشن شيب نون لينير. فهون شو بقول لك؟ بقول لك يعني اذا بدي اطلع الاكزاكت انديوسد فولتج ديو تو ذا فيلد كرنت معين، ف يعني اذا بدي اطلعه يعني بدقه عاليه، فالافضل اني اجي اشوف قديش الفيلد كرنت عندي، يعني اثبت ار ادجستبل قديش قيمتها واطلع الفيلد كرنت واحط الفيلد كرنت على الماجنتايزيشن كيرف، وهذا الفيلد كرنت اشوفه على الكيرف قديش بيعطيني انديوس فولتج. هذه حاجه. حاجه ثانيه بقول لك، احنا بنعرف انه اذا كان عندي الماشينز او الاله الكهربائيه مش مزوده بكومبنسيتنج وايندنج، واحنا قلنا الكومبنسيتنج وايندنج بزودوها للالات الكهربائيه للي بتكون القدرات تبعتها عالية كثير، لأنه هي مكلفة جدا، لأنه بده يسوي على الستيتر ملفات وسلوتات بعدد الملفات والسلوتات اللي موجودة على الروتر. فبالتالي إذا بدي أخذ الإفكت للأرميتشر رياكشن، لأنه الأرميتشر رياكشن إذا بذكركم مرة ثانية بتسوي عندي فلكس ويكنينج في الماشينز، فإذا بدي أشوف قديش يعني بدي أطلع الانديوست فولتج عند
عند لود معين او عند فيلد كرنت معين واخذ بعين الاعتبار الارمتشر رياكشن، فهون بقول لك لازم اشتغل على شيء بسموه الجرافيكال اناليسيس. الان عشان اطلع الجرافيكال اناليسيس هون بدخلوا حاجه، بقول لك انه في السبريتلي اكسايتد دي سي جنريتر النت فلوكس هو عباره عن الفيلد او الماجنتيك موتيف فورس من الفيلد اللي هي الان فيلد في الاي فيلد ناقص الاف ارميتشر اللي هي الماجنتيك موتيف فورس ديو تو ذا ارميتشر رياكشن. الان بقول لك عشان اطلع الانديوست فولتج وتيكينج ان ذا اكاونت ذا الارميتشر رياكشن لازم اطلع حاجه بسموها الايكويفالنت فيلد كرنت. هاي الايكويفالنت فيلد كرنت اللي هي عباره عن هاي الاف نت، هاي عباره عن اي فيلد في الان فيلد، يعني خلينا نحطها ستار حتى امثلها يعني اميزها عن الفيلد كرنت. هاي بتكون الاي فيلد ستار ضرب الان فيلد بتساوي الان فيلد اي فيلد ناقص الاف ارمشر. الان اذا بقسم هاي المعادله على ان فيلد على هاي الان فيلد راح يضل عندي هون اي فيلد ستار اللي هو الاكويفالنت فيلد كرنت وانكلودد في الارمشر رياكشن بيساوي الاي فيلد ناقص هاي الاف ارمشر وقسمها على الان فيلد. الان هاي الاف ارمشر هي عباره عن اي في ان قسمها على ان فبتضل عندي اي، هاي يعني هذا تيار وهاي تيار، اذا هذا اي فيلد هذا ناقص اي فيلد نتيجه الارمتشر. هذا الاي فيلد ايكويفالنت اذا بحطه هون على الماجنتايزيشن كيرف مثلا اشوف قديش طلع معي القيمه وباخذ قديش يعطيني فولتج، هاي الفولتيه اللي بيعطيني اياها بتكون يعني على الفول لود وذ ارمتشر رياكشن. يعني الاي فيلد لحالها هاي بتعطيني الاي على الفول لود without armature reaction، الاي فيلد equivalent هاي بتعطيني الاي فيلد على بتعطيني الفول لود كرنت او الانديوست فولتج على الفول لود كرنت with armature reaction. طبعا احنا هاي الماجنتايزيشن كيرف يا شباب لما يعطيك اياه في اي بروبلمز او اي اكزامبل بيكون معطينا ريليشن شيب بين الاي فيلد والانديوس فولتج عند ار بي ام معين، يعني هاي الار بي ام بتكون يعني عند 1200 مثلا ار بي ام او عند 1000 ار بي ام. الان اذا زودنا الار بي ام او قللناها بتزيد او تقل الانديوس فولتج، فبالتالي هاي العلاقه هون هاي بتبين لك انه اذا بدي يعني مثلا قال لك طلع لي الانديوس فولتج عند ار بي ام معينه وقال لك بعدين انه اذا هاي الار بي ام زدتها او قللتها قديش بتصير الانديوست فولتج. فمن العلاقه هاي الاي اي على الاي اي ريفرنس بتساوي الان ام على الان ريفرنس، يعني عمليه تبادليه ببساطه بنقدر نطلعها من هاي العلاقه. اوكي هون هي شارح لك اكزامبل بسيط ما في اشي اكزامبل 8-9. طبعا انا قاعد بشرح من التكست بوك تبعنا نص هون اكزامبل معطيك الار ارميتشر والار فيلد والار ادجستبل والفي فيلد والان فيلد وطالب منك اف ذا فاريبل ريزيستنس الار ادجستبل هاي بتتغير وين هان اف ذا فاريبل ريزيستنس الجري فيلد از ادجستد يعني مثبتها عند 63 اوم والبرايم موفر الار بي ام اليو 1600 بقول لك طلع لي النو لود تيرمينال فولتج. وبعدين يعني اوكي معطيك عند كل لود يعني اكزامبل بسيط سهل جدا يعني ما بدوش اشي ترجعوا له بتطلعوا عليها في الكتاب اللي هو الاكزامبل رقمه 8-9. طيب نشوف شو في كمان هون يعني اكزامبل الان هون بلش في الشنط دي سي جنريتر بنخليه لفيديو ثاني. يعطيكم العافيه.